السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع صحيحهم؟ مبروك عواشركم، بسم الله على بركة الله. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الفقرات ديالي غزال وشوي مختلف عن الفقرات الاخرى. ما فيش تضييع، ما تيتهرش لينا بزاف في التقطع. بسم الله على بركة الله. اول حاجه كنحتاجو، بسم الله، كاين عندي هنا كاسونس ديال الا عبرنا بكاس العنبر راه غديري كاسونس ديال جنجلان ولا ركز لافو، كتبقى على حسب الموجود اللي عندك، ماشي مشكل. وكناخذ شويه النافع، النافع انا دايره النافع البلدي طحنته. وعندي هنا كاسونس ديال الزيت كاس العنبه، وهي الوصفه راه فيها جوج كيسان سنيده ونص، انا كندير جوج كيسان تجيني كافيه بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه هكا يدير جوج اونس. وعندي المسكه الحره، عندي واحد الحبيبات بحال هكايا انا راه طحنتهم مع شويه السنيده. تيبان لكم كري هكا حيت غير ملي طحنت انا النافع طحنت موراها شويه السنيده مع المسكه، راكم عارفين المسكه ما تزغوش طحن بوحديتها. بسم الله. عندي هنا واحد 150 غرام، المهم اللي القياس اللي عندكم موجود ديال اللوز، انا كرطو شويه الماء والزهر وكنقطرو. وعندي هنا نص معلقه صغيره ديال القرفه، وكاينه قبصه ملح. بالنسبه للخماره كاينه عندي خماره ونص، هذه عبرتها فيها نص. وعندي واحد كاس ديال المزهر، كاس ديال المزهر. وبالنسبه للبيض عندي 6 البيضات، اذا كان عندكم بيض صغير بزاف ديروا 7. وكيبقى لينا غير الطحين، انا كنغلب واحد كيلو حدايا وكنحطو حدايا كنخدم به، وعيني ميزاني كيبقى الطحين على حسب الخليط. بسم الله. اول حاجه غنذوب البيض ديالنا. صافي البيض ديالنا فقصتو، صافي كنضيف له جوج كيسان ديال السنيده ديالي. السنيده مزيان ما تحطاش ليا حرشه في مع البيض. بسم الله. غنطي القبصه ديال الملح ديالي، القبصه اللي كنديرو المعتاده في اي حاجه كنرمي واحد القبصه. بسم الله. صافي غندير الزيت ديالي. كاسونس ديال الزيت السنيده كانت ليكم هي الوصفه المعتمده في جوج اونس، ما كندير جوج. صافي ملي درت الزيت دابا غادي ندير الزهر ديالي بحال كندير السوائل كلها. صافي دابا كملت السوائل ديالي كلها، بسم الله على بركة الله. غادي نبدا ندير هاد النواشف ديالي. عادي الا سبقت ماشي مشكله، كاين جنجلان، كاين النافع، مسكه حره، نص معلقه صغيره ديال القرفه، اللوز ديالي كنت مفزكاه. صافي دابا غادي ندوزو ان شاء الله للطحين ديال الولاد، ما بغيتش نطري يدي من الاول. بسم الله السلام بي. دابا غادي ندوزو لهذا، ندوزو للطحين. بالنسبه للطحين راني مغرب له، غادي ندير الخمارات ديالي دابا ونخليهم حتى الاخر، نقدر اني سالي لي نكتفي بالطحين ونكون ما درتش الخمارات. بالنسبه للخمارة بارفو انا تلقاها شويه محبه، غادي نغلب لها احسن ليا. البارفو كتكون محبه وملي كديريها ما كتمشيش لك في الخليط، كتبقى تابعه في الخليط حبه حبه كتمحنق. هادي ما محبهاش كتكون مقشقشه ولكن ما فيها ما نطاش نفس المشكل. ها هي هذه فيها شي حبيبات، ها شوف بحال دابا هذه رميتيها في الخليط
وبديتي كتخلطي غيوقع لك مشكل، غتقضي على الوقت بزاف باش تقلب عليهم باش تحكم. اللهم تصغر بالك باش تريح راسك، سينو كتعطي راسك عقوبة باش تقلب وت صافي. انا طحين بين لي راه صافي، غادي نبدا نجمع. اللوز ملي كنتسقوه ما تيتهرش لينا في التقطاع، تيجي المنظر ديالو زوين. واللي بغى يقطعو يقطعو قبل لي هذا اللي كان غادي، اللي ما بغاش يفزقو يحاول يحمرو شويه في الفران ويقطعو على ثلاثه هكايا. ولا ما عندكش اللوز ماشي مشكل، دير ما تحر زعما، ما تقوليش ما عنديش اللوز ما عنديش فقاس، نديرو عادي، نديرو بجنجلان ناكر كيجي غزال صافي. وكنبقى هذا معاه، هذا راه تيخرج جوج كيلو وزيادة. طبعا انا درت هنا كملت دابا كيلو ديال الطحين، كتبقى سا ديبون على حجم البيض. نجمع نشوف راسي عطلت، غنزيد واحد شويه الطحين. وهذه ما تاخذوش قاعده، بالنسبه انا درت اكثر من كيلو كتبقى على حسب البيض ديالي وعلى حسب الطحين ديالي. نزيد شويه الطحين، ندير ايديا نقي ايديا باش نمشي، نقي يدي باش نزيد شويه الطحين. بس بافو انا كندير كيلو. صافي غربلت واحد شويه الطحين هكايا، دابا ما غاديش نزيد بزاف، غنزيد بحال هاد الشويه غادي نجمع واحد لقصه عاود. نحاول ندخل فيها هما كيديك ما ولورا، نحاول ندخل فيه الطحين. صافي صافي عندي مبقاش نزيد الطحين، نجمع هذا غيكفيني. هادشي اللي عندي في القصريه كافيني ان شاء الله. صافي نقطه قصريتي ونتلاقى بكم. صافي يا جماعه العجينه ديالي، بالنسبه للطحين رزت واحد شويه، كتبقى زيتي كتبان لسه كتجمع غير هي، ما تجمعش ما تقصاش بزاف. وواحد لاسيوس البنات، نفرض انكم بقيتو كديروا الطحين حتى فات لكم القياس، ولات ملي غديري الطحين بزاف ولا غلطتي غتولي كتفرتت لك، ما غاديش تبغي تجمع ليك. كاينه واحد لاسيوس كتاخدي بيضه وكتفقسيها وكتجمعي، كتزيديها كتجمعي
جمعي الفقاس ديالك كيولي يرجع لك طوندغ بحال كيف بحال اللي ما غلطتيش. هذه واحد الملاحظه بغيت نبارطاجيها مع البنات. صافي بالنسبه للبنات انا هاد العجينه ديالي غنخليها ترتاح واحد الساعه. كاين البنات اللي غتجيهم بيزار نخلي العجينه هكا ديال الفقاس ترتاح ساعه. حتى انا اول مره ما دخلاتش ليش الراس، ولكن البنات معمر الانسان ما يحكم على شي حاجه ما جربهاش. ان فوا جربي هاد الفقاس غيولي عندك معتمد جميع انواع الفقاس اللي كديري، غتولي تميلي لهذا اكثر. هو اول حاجه ما فيش ضياع الخسران وكيجي لذيذ غزال بنين. صافي انا غنغطيها نديرها فواحد لوبول ونغطيها في المونتا نخليها واحد الساعه وان شاء الله نتلاقاو باش نقطعو عادي بوده. صافي ها هو الفقاس ديالي درتو وجبته هنا، بسم الله نبدا نقطع. تقريبا انا غندير كندير في هاد القياس هذا اللي كنعجن كندير ربعه البودان، كندير ربعه الحرابل. دابا غنبدا ندير الحرابل ديالي. واحد الحاجه الناس ملي يديروا الحرابل نحاولوا ملي نصبوه كالحربول كتحاولي انك تخبطي شويه، هذه استيس باش ما يجيكش لداخل فيه في الفراغات، حيت مثلا غير غتلبي هكا وتحطي يعني فوا غادي تقطعي هكا تلقاي بحال الخاويه بحال بانت لينا هكا شي لوزه هكا عريانه مثلا، تحاولي تدخليها هكا بصبعك. كنهضر بالنسبه مع المبتدئات البنيات اللي يلاه بعدين. صافي الحربول ما غاديش نرقو انا بزاف باش يجينا الفقاش شويه كبير ومن خويه. صافي كنصافي عندنا الحربول مره مره كنخبط الحربول ديالي باش كنزول داك الهواء اللي لداخل باش ما يجينيش خاوي. صافي ما غاديش نقط الحرابل ديالي انا باش يجيني فقا شويه كيت لكم. ملي بغا فقا صغير غادي تقدري هذا تقيه طولي، لو بغيتو هاكا تقطيعه ولا يجيكم الفقا صغير. سلام بي صافي غنكمل الحرابلي باش نحطهم في اللاطا. صافي هما البودان ديالي كملو، خرج لي ربعة البودان تقريبا، كل بودان فيه شي 562 62 63 بحال هكايا. صافي دابا غادي نفز كيتليكم القهوة شوية د الماء وندهن بالبيض وندير الفرشيط الرجمه. بالنسبه لهاي القهوه دوبه بصح الا درت هذيك في البيض هكا ما غاديش يبقى ليا محبوب. صافي غادي نزيد على الاصفر ديال البيض. صافي غادي ندهن به الفقاس ديالي كاين، وكتبقى الكميه على حسب. صافي غنبدا ندهن هذا لي بودان ديالي بسم الله. الا بغيتوش ديروا هاد الكافي ولا الشوكولا ما ديروش عادي بحال فقا زمان ممكن كيديروا حتى حاجه. صافي غادي نعمل الفرشيطه باش غادي نتراسيه. صافي بالنسبه للطياب ديالو البنات كندخلو انا فران بارد كنطيبو غير من التحت، كندير هاد البيك كندير بيه شي تقيبات ما تيبانوش هكايا. تيبان ليكم هكا جوج تقيبات ولا ثلاثة صافي على حساب. صافي سلام بينا غندخلو الفران ان شاء الله من بعد نتلاقاو. صافي هما لي بودان ديالي انا خرجو، انا كنطيبهم غير من تحت. الا شتو باقيين كيتلاصقو هكا من فوق تقدري تدخليها وتبقي واقفة عليهم باش ما يغدروكش. صافي كناخد واحد المنديل مهصر صافي كنغطيهم.
صافي. الا درتهم في الصباح راه نغطيهم حتى العشيه، كنكون بالك نقطعهم. درتهم في الليل راه في الصباح نقطعهم. صافي دابا نخليهم حتى يبردوا على راحتهم ان شاء الله نتلاقاو باش نقطعهم. صافي البنات بعد ما طيبتهم نص طيبه خرجتهم درت باش نقطعهم. بالنسبه باش نقطعهم بالنسبه لهاد الفقرات البنات ما تكونش فيه تضيع بزاف، هادو اللي هنايا دغيا القنيوسات باش القنت اللي تيكون في الاول باش كنبدا. صافي كنقطع انا مول فاس نقطع بالكيتو غير تهرس ليا. دابا مول ليسونسييل ديرو كيتو ولا هذا شي سكين ماضي. المهم انا درت هذا على ما نعاود نشري كيتو اخر. صافي كنبدا بسم الله على بركه الله تنقطع اللي بغيتو رقيق غليظ اللي بغيتو. بغيتو يجيكم كبير كتمشي مائل عادي، بغيتي ما يجيكش كبير كتمشي تقريبا هكا عادي في التقطيع. بسم الله وصافي كتبقى هو ما احسن ما يكون غليظ ما يكون رقيق. صافي وكنبدا في التقطاع عادي، هو من الاحسن انه يكون مرقيق ما غليظ. بسم الله على بركه الله لما فين قطع بالكيتور. الا جاتكم انا بديت كتصغر ديما تميلي، ولا بغيتيها صغيره رقيقه هذا غير عادي. صافي نستمر البنات هكا نكمل بهذا نوريكم القياس انا اللي درت. درت هذا القياس هذا ما غليظ ما رقيق، عاود لك رقيق بزاف في التحمار ما يبقى فيه والو. صافي صافي البنات غنكمل بقى لي بودان واحد. صافي باش نستفهم في لاطه كبيره وان شاء الله ندخلهم في الفران. صافي البنات انا كملت، بغيت نوريكم غير اللي هذا زعما الضياع اللي كيكون فيه. هذا هو كل اللي ضاع ليا من هذا الفرقاس هاديكم، هذا هو نورمال التفرتيت. صافي هادو غير القناه ديال الفقاس، انا كان عندي اربعه. صافي ها هو قطعتو في بديكم. صافي غادي نستفو ان شاء الله دابا في هذا، نستفو في بلاطه كبيره باش نحمرو على راحتي في الفران. بالنسبه للتحمار انا ملي كنبغي ندخلو الفران كندير العافيه على مهيل على شمعه. صافي وكنحطو الفوق كيتحمر لي مقعد عاد كنهبطو كيبقى على راحتو. انا كندير شغلي وكيتحمر على راحتو، اما خطفتو عليه العافيه بمجهده بسرعه غيتحرق لكم وغديعو فيه. هكا ما كديعي في التفقاسه كيمشي كله لون واحد كيتحمر غزال. ان شاء الله نحمرو ونتلاقاو. البنات ها هو الفقاس ديالي ان شاء الله بعد ما حمرتو وقطعتو. بالنسبه للتحمار قلت لكم ملي تنبغيو نحمرو تندير عافيه مهيله باش ما يتلهبليش. انا ما ضعت في حتى شي واحد تبارك الله ما شاء الله، كيجي غزال بنين تيخرج قد هذا وهذا وفحال نصو هكايا. كنتمنى البنات تجربو فقاس غزال بلدي، وصفه ناجحه 100%. هذا هو المعتمد عندي. كندير جميع انواع الفقاس، كندير بريستيج فقاس بشحال مشكل، ولكن هذا ان فوا كنوت هادو كنديرهم غير تشهو صافي. ولكن هذا عندي معتمد رسمي لدوازاتي هكايا زعما. كنتمنى انكم تجربوه فقاس غزال بنين، وما فيش ليسونسيال انك ما كتضيعيش فيه من غير دوك الجنيبات اللي كتزولي، ما كاينش فيه تضيع نهائيا. كنتمنى البنات هذا تعملوا لي لايك للفيديو الى عجبكم ان شاء الله، وتبارطاجيو الصفحه مع الاصدقاء والاحباب، ودعموني بالاشتراك ديالكم والتشجيع ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.